السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبنا؟ يا رب تكونون بخير. اليوم رح نطبخ دولمة اللهانة، واللهانة لها عدة أسماء، منها الكرنب والملفوف. إن شاء الله تعجبكم. المقادير: رأس من اللهانة، قدح ونص من التمن أو الأرز، نص كيلو من اللحم المثروم، شوية بشحم، ملعقتين كبيرة من المعجون ودبس الرمان، ملعقة متوسطة من السبع بهار والفلفل الأحمر البارد والكزبرة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والليمندوزي والملح، طبعا الليمندوزي والملح تيد الزيدون براحتكم، وأربع فصوص من الثوم المهروس، فنجان من الزيت، رأس من البصل قطعته ناعم، ونص باقة من المعدنوس. انتقل إلى العمل. بداية تحددين القصة اللي راح ترفعيها حتى يسهل عليك الأمر. راح أرفع الجذر اللي بداخلها حتى يسهل علينا سلقها، وتكونين حذرة من ترفعيها، وتكون بهاي الطريقة. واحفر بعد مرة لخ، جذر بي مي على النار، وعند الغليان نضيف رأس اللهانة ونغطيها ونتركها من 5 إلى 10 دقائق. بعد 10 دقائق راح أقلبها على الجهة الثانية. وغطيها وأتركها 5 دقائق. بعد 5 دقائق أطفي النار اللي تحت اللهانة وأرفع الأوراق وأخليها بمصفي وأتركها إلى أن تبرد، وننتقل إلى حشوة اللهانة. طريقة الحشوة: اللحم التمن غسلته وصفيته، البصل، بهارات السبعة، كزبرة، الملح، ليمندوزي، فلفل أسود، الثوم، فلفل أحمر، معدنوس، دبس الرمان. أضيف 3/4 كوب الماء للمعجون وجانسه زين. بعدها أضيف خلطة المعجون إلى الحشوة وأجانس المواد بالشوكة. نجانسه أكثر بالإيد. بعد ما سلقت اللهانة وصفيتها بالمصفي، راح أخذ الأوراق وأقطعها من الوسط وأرفع الجزء القوي من عدها، ويكون بهذا الشكل، وأقطعها من الوسط. راح أسوي لكم 2 وأكمل الباقي. وأستخدمها بأسفل الجذر أو أسوي شوربة أو زلاطة نستفاد من عدها. بعد ما قطعنا اللهانة إلى عدة قطع، نضيف الحشوة ونلفها من الجهتين، تكون بهاي الطريقة. حسوي لكم 2 وأكمل الباقي.
راح أخليه بأسفل الجدر الأجزاء اللي قطعتها القوية. ملعقة من المعجون وأضيف فوقها قدحين من المي وأمزجها زين. وأضيفها فوق دولمة اللهانة. بعدها أضيف فوقها فنجان من الزيت. فوقها صحن قزاز مسطح وخليه على نار عالية، وعند الغليان أتركه على نار متوسطة من 30 لـ40 دقيقة. وبهذا الشكل انتهت دولمة الملفوف أو اللهانة، وألف عافية.